اليوم احنا في المغرب وخاصة نحن فخورون جدا بالهيئات والمؤسسة الأمنية ديالنا في المغرب اللي هي يقظة وبشهداء العالم كله. هنا هذا آخر عملية اللي تقف في سيدي زوين بمنطقة مراكش هي كانت محاولة يائسة للشرذمة ديال واحد مجموعة ديال الناس اللي تكفيرية اللي بغاو يديروا زعزعة ديال الأمن ديالهم وبغاو يواجهوا واحد مجموعة ديال المسؤولين كانوا حكوميين وبعض المؤسسات الحيويه في المغرب اللي مس بالاستقرار ديال المغرب والامن ديال المغرب، الا ان اليقظه ديال الامن ديالنا حالت دون وقوع اي من هاد العمليات هذا. ولكن دائما نحن ننبه ان المساله ديال الاطفال وخاصه في العالم القروي وفي الهوامش وداك الشيء خاص المؤسسات الاخرى من غير الامنيه، خاص المجال الاجتماعي يكون يقظ مع هذا، خاص المسائل التعليميه، خاص المؤسسات والجمعيات المجتمع المدني انها تحاول تدير قدر المستطاع التوعيه والتحسيس وتحاول انها تفكك دوك الخلايا الارهابيه ديال او انتاج خلايا ارهابيه بالعلم بالتآزر بالعملية التثقيفيه بالمخيمات الصيفيه باللقاءات من اجل صدهم ومن اجل انهم يحبسوا عليهم ديك الاسقاطات ديال التكفيريه، اسقاطات ديال داعش، اسقاطات ديال رفضهم للوطن ديالهم. الا اننا الحمد لله احنا في المغرب اننا المغاربه كلهم متشبتين بوطنيتهم بملكهم بامن ديالهم باستقرار ديالهم، وتشوفوا المحطات اللي دازت تلقى دائما المغاربه متشبتين متضمنين. هادو حالات اعتبرهم حالات في الهامش، ولكن خصنا نكونوا يقظين، نكونوا حذرين من هذه العمليات هذا. شكرا للامن ديالنا، شكرا للمؤسسات الامنيه على هذا الهدف، وكل المؤسسات اللي تتحاول انها تصد الارهاب، وكل مؤسسة اللي تحاول تشيع ثقافه ديال التسامح وديال التعايش، ثقافه المؤسسات اللي تتعمل ليل نهار من اجل الامن ديال البلاد. سي قمري، واحد السؤال اللي غيكون هو سؤال اخير، تنشوفوا بعض الناس سامحهم الله تخرجوا في السوشيال ميديا، كاينين منهم معارضين خصوصا داك السيد في المانيا اللي متهم بالارهاب والتطرف الدولة، وبعض الناس اللي كانوا محامون سامحهم الله اللي قال لك خاصة تحيد المخابرات من المغرب. وطيب انا اعتبر انه احنا كنا كانت عندنا رد قوي على واحد المجموعه، وخاصه ديال المانيا رد قوي على واحد المجموعه ديال المغالطات ديال واحد الحاملين ديال الحقد والدغين وكذا. هادو الناس ماجورين من 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 اعداء الوطن، ماجورين من اجل من وفيهم حاملين الدغين لهذا الوطن، لانهم لم يتوقعوا ان المغرب سيظل امنا، ان المغرب تكون عنده العجله ديال التنميه ديالو غادا بواحد السرعه. وخير دليل ان المغرب قوي اصبح يصد كل الدول التي تعتبر راسها انها اقوى من المغرب، المغرب اصبح الان قوي. فانا اعتبر ان من يتحدث خارج المغرب ومن يعتبر ان المغرب غير امن او تيمس بالمؤسسات ديال الدوله فهو غلط وواهم وما يمكن يديروا، لان المغاربه عارفين مع متين. ما تشوف العمل الكبار اللي قامت به المخابرات المغربيه، شافت اللي لقاو ابراهيم غالي بن بطوش رئيس البوليزاريو كون ما كانش المخابرات المغربيه ما كناش غادي نعرفوه داخل الديار الاسبانيه بالتصوير. اول تتعرفوا بان المخابرات ديالنا احنا ماشي غير مخابرات تقليديه، احنا المخابرات ديالنا علميه ثقافيه، عندها من الاليات الفكريه، لان ماشي هادشي ديال المخابرات الكلاسيكيه ديال الدول الاخرى. المغرب عنده مخابرات اللي عندها واحد المستوى عالي، وخير دليل انها اكتشفت ان المزعوم ديال انا اقول رخيص ماشي الغالي اللي دخل لاسبانيا واللي خلق ازمه سياسيه بين المغرب واسبانيا، ولكن المخابرات المغربية كانت في المستوى واكتشفته من الوهلة الأولى. شكرا.